منذ نوفمبر الماضي يتأرجح الاتفاق بين آمال التنفيذ وتعقيدات الواقع التي تجعل المشهد في عدن والمحافظات الجنوبية يعود كل مرة إلى لحظة الانفجار، حتى أن الإشارة الوحيدة على أن الاتفاق قابل للتنفيذ لم تعد قائمة بعد مغادرة رئيس الوزراء إلى الرياض. يقوم الاتفاق على أساس حلول وسط يمكنها نزع فتيل الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات والذي يرفع شعار إقامة دولة الجنوب العربي في المحافظات الجنوبية، ولكن الواقع يشير إلى أن الحل الوسط غير ممكن بين مشروعين كهذين، وهو ما يجعل الاتفاق يبقى في لحظة التوقيع وغير قابل للانطلاق نحو الخطوة التالية. يلقي المجلس الانتقالي الجنوبي باللوم على الحكومة الشرعية، فيما الوقائع على الأرض تشير إلى أن المجلس الممول من الإمارات لم ينفذ بندا واحدا من بنود الاتفاق، ولا يزال يصعد من تحركاته مما يهدد بفشل الاتفاق نهائيا، كما يحدث الآن في سوق قطرة مع إعلان بعض القيادات العسكرية تمردها على السلطة الشرعية. للنقاش سيكون معنا من عدن الصحفي صلاح السقلدي، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي صلاح السقلدي. أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى سائر المشاهدين، وجمعتكم مباركة جميعا. أستاذ صلاح، بعد أكثر من 5 أشهر على توقيع اتفاق الرياض، هل ما يزال الاتفاق قابل للتطبيق؟ نعم، على الأقل إنه حتى الساعة لم يعلن عن وفاة هذا الاتفاق، وبالتالي لازالت الآمال معلقة على أن تحدث هناك معجزة لتنفيذ هذا الاتفاق، ولو أن كل المؤشرات حتى هذه اللحظة وبالأخص خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن هناك تعثر لهذا الاتفاق، وقد يكون شبه مستحيل بتنفيذه على الأقل بالوقت بالمدى المنظور. فللمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نكرر بأن نحن أمام حكومة تماطل بتنفيذ الاتفاق لاعتقادها بأن هذا الاتفاق أتى ليقلص من نفوذها ويحجم من شرعيتها التي تعتقد أنها تهيمن بها على اليمن شمالا وجنوبا. فالمجلس الانتقالي قدم كثيرا من التنازلات وقدم كثير من الخطوات، منها تسليم معظم المنشآت الحكومية لقوات حرس المنشآت، وهناك تم تسليم مجموعة من السلاح، بالإضافة إلى كثير من إجراءات حصلت في أبيان وفي شباب، انسحابات من الجانب الانتقالي وبرضه من الجانب الحكومي، ولو أن الجانب الآخر بدأ كثير يماطل على الواقع وحاول أن يتقدم بدون أي تنسيق وبدون أي توافق مع المجلس الانتقالي. وبالتالي فمن يعرقل هذا الاتفاق هو الطرف الذي يعتقد بأن هذا الاتفاق يستهدفه، أما المجلس الانتقالي فهو ليس مؤهلا بأن يتنصل عن هذا الاتفاق، لأنه هو الطرف الأضعف وهو الذي من خلال هذا الاتفاق يستطيع أن يحقق كثير من المكاسب ويحقق كثير من التموضع على الأرض وبالجانب السياسي على الأقل بالمدى المنظور، باعتباره اتفاق مرحلي قد يؤسس هذا الاتفاق بالتنسيق مع الاتفاق ستوكهولم أرضية، ويفتح أفق واسع أمام المفاوضات التي أعلنها المندوب المبعوث الأممي في مسقط في العاصمة الأردنية عمان، والتي رحب بها المجلس الانتقالي باعتبارها ستكون مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبار هذه المفاوضات إن تمت تحت رعاية الأمم المتحدة ستكون أكثر ضمانا وأكثر ديمومة إن تمت ومشت الأمور كما رحب بها المجلس الانتقالي. فالمجلس الانتقالي لا أعتقد بأن في مصلحته، ومن الغباء يكون إذا حصل هناك أي جهد من قبله بأن يقوض هذا الاتفاق أو يفشله، لأن لا سبيل له ولا سبيل لنا جميعا من هذا الاتفاق، لأن البديل عن هذا الاتفاق هو الضياع، هو التشتت، هو التشظي. وبالأخير ما هو البديل عن هذا؟ ما هو البديل عن هذا؟ عن هذا السؤال أطرحه أمام القوى التي تحاول إيجاد هذا الاتفاق. أنا لست بالمجلس الانتقالي، وأعتقد كثيرا بأن هذا الاتفاق نال كثير من القضية الجنوبية واستهدفها كثيرا وفي الصميم أيضا، لكن إذا
وقفنا أمام هذا الاتفاق وأفشلنا هذا الاتفاق فإن البديل هو أسوأ، سواء للقضية الجنوبية أو لليمن الشمال وجنوبه. بعد أيام ستكون الحرب هذه قد دخلت عامها الثالث، متجاوزت الحرب العالمية الثانية. ماذا حصل؟ ماذا جرينا خلال هذه الستة الأعوام، خلال هذه الخمسة الأعوام، غير مزيدا من الدماء، مزيدا من الأرواح تزهق، مزيدا من كرامة تهدر، مزيدا من السيادة تنتهك، سواء في عدن أو في صنعاء أو في مأرب أو في تعز. طيب يا أستاذ صلاح، تقول أن الانتقالي على كل الجبهات بأن طيب تسعى. أستاذ صلاح تسمعني؟ نعم تسمعني صوتي واضح لديك؟ نعم أسمعك، تفضل. تقول أن المجلس الانتقالي قدم الكثير من التنازلات واستشهد ببعض الانسحابات من بعض المؤسسات والمعسكرات، لكن هذه الانسحابات يبدو أنها غير كافية وغير مقنعة بالنسبة للحكومة وللتحالف، ما زالت هناك مطالب بالانسحاب من كل المواقع. لماذا هذه الانتقائية في الانسحابات من بعض المواقع ربما التي توصف بأنها غير مهمة وغير مؤثرة؟ بالمقابل في الطرف الآخر لم ينسحب على الإطلاق في شبوة وفي كثير من المناطق في أبين. فالقول بأن الانتقالي كيف ينسحب وهو الحكومة الشرعية ينسحب من ماذا؟ هي الحكومة الشرعية وهي الأطراف المخولة بالتواجد. أنا أكلمك وأنا أنا من عدن، وأعرف كثير من النوايا لدى كثير من القيادات في المجلس الانتقالي بأنها مستميتة بتنفيذ هذا الاتفاق وتعمل جاهدة على تنفيذ ما عليها من التزامات في وقت يتم فيه الطرف الثاني ما طال كثير من الإجراءات. انظر ماذا يحصل في جانب هناك الخدمات التي تم افشالها وانعدام كثير من الخدمات هذه عن قصد وعن تعمد، في مجال الجوازات، في مجال النفط، في مجال الخدمات الأخرى، في مجال الكهرباء، كل هذه المجالات معطلة عن عمد وعن قصد باعتبار أنها قد تشكل عوامل ضغط وعوامل ابتزاز على الطرف الثاني. هي عملية تركيع تماما، عملية تركيع بلقمة الناس بمعيشتهم بحياتهم وحتى في أمنهم. فالذي يساهم بهذه المواد وبهذه الحقوق التي مفترض أن يتم النأي بها عن المقاصد السياسية هو الطرف الذي لا يضمر أي طيب نوايا. عملياً أستاذ صلاح، عملياً ما الذي قدمه المجلس الانتقالي فيما يخص هذا السياق أو هذا الإطار، ما يخص خدمات المواطنين ولقمة عيشهم في طريق يعني تثبيت الوضع والحياة حتى تعود الأمور على ما كانت عليها يعني على الأقل؟ دعني أسألك، هل هذا السؤال يوجه للجهة التي تمتلك بيدها هذه الخدمات؟ هل المجلس الانتقالي يمتلك مادة الوقود بيده؟ أبدا. هل المجلس الانتقالي يمتلك المرتبات بيده؟ هل المجلس الانتقالي بيده المالية والبنك المركزي؟ هل توجد لديه النفط والغاز والضرائب ودخل المطارات ودخل المنافذ؟ الجهة التي تمتلك هذا هي المعنية بتوفيرها. اتركوا المجال للمجلس الانتقالي، اعطوا للمجلس الانتقالي كل هذه الموارد ثم حاسبوه. اما انكم تحتفظوا بهذه الاموال وتاخذوها الى الرياض ثم تطالبوا المجلس الانتقالي بتنفيذ ما طيب عليكم لا يمتلك التزامات. طيب قد يقول لك احدهم استاذ صلاح صحيح ان المجلس الانتقالي لا يمتلك هذه المؤسسات ولا القرار، لكنه يمتلك سلاح بيده حتى الان. هذا السلاح وهذه القوة تعرقل كل شيء. لا، انا اتحدث عن خدمات يجب ان تتوفر. السلاح لا يمكن ان اقدم للمواطن سلاح بدل لقمة العيش، لا يمكن اقدم للمواطن دبابة بدل مولد كهربائي على الاطلاق. انظر الى المسألة بمنطقية ونوع من العقل ومن الانصاف. انا لست بالمجلس الانتقالي، لست مطرح بالمجلس الانتقالي، لكن وانتقد ولا اتردد بتوجيه انتقادات حاده للمجلس الانتقالي، لكن عندما يكون الامر واضح وضوح شمسي يجب الا نغالط انفسنا. فالجهه التي بيدها كل هذه الموارد هي المسؤوله عن هذا الوضع، وتتعمد ان توضع الناس بهذه الزاويه الضيقه من المعاناه.
المجلس الانتقالي سيحاسب بما هو متاح لديه من إمكانيات، بما هو موجود لديه أنا أحاسبه وأطالبه بالذي يستطيع أن يوفره وبالإمكانيات التي معه. أما أنا أطالبه بتنفيذ وتوفير مرتبات الناس التي تتأخر لمدة شهور في الوقت الذي هذه المرتبات تحوزها الحكومة وتتماطل بها سواء في الموانئ أو في البنك المركزي أو في الخارج. طيب، فالذي بيده كل هذه الخدمات هو المعني بالمطالبة، أو تنسحب الحكومة من كل هذه المجالات وتسلمها كل هذه الموارد وكل هذه المجالات. ولماذا لا يحدث العكس؟ والمرافق لماذا لا يحدث العكس؟ ينسحب المجلس الانتقالي ومستعدين أن نحاسبه ليل ونهار. لماذا يكون هذا الطلب معكوسا؟ لماذا لا ينسحب المجلس الانتقالي من كل المواقع والأرض التي يسيطر عليها ويسلم الأمور للحكومة الشرعية المعترف بها حتى تتمكن من خدمة الناس وأداء ما عليها من التزامات تجاه المواطنين؟ لا يا عزيزي، المسألة ليست فقط توفير خدمات. المجلس الانتقالي ينظر إلى الخدمات باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضية جنوبية شاملة. المجلس الانتقالي عليه مهمة وعليه قضية تحمل على عاتقه أن ينتصر لها، وبالتالي عندما تطلب منه بكل هذه البساطة بأن ينسحب ويخلي الساحة كلها على الأرض وعلى المؤسسات وكل ما يمتلكه من أسلحة ومن مكامن قوة للطرف الآخر الذي أوجد مشكلة الجنوبية وأوجد الأزمة اليمنية برمتها ويفسح المجال لها، فهذا معناته أنك تطلبه بكل بساطة أن تسلم الجنوبيون رقبتهم للجزار بكل سهولة. فهل هذا المنطق وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذا العناء وبعد كل هذه المآسي؟ صلاح، لا يمكن. وضح لي من تقصد بالجزار؟ من تقصد بالجزار؟ تذكر معي ويتذكر معي المشاهدين جميعا. تمام، من تقصد قضية سياسية عندما تقول ليس مطلوب من المجلس الانتقالي اليوم؟ طيب اسمح لي استاذ صلاح، عندما تقول ليس من المطلوب من المجلس الانتقالي ان يسلم الجنوبيين والبلد والقضية الجنوبية للجزار، من تقصد بالجزار؟ عندما تطلب منه أن ينسحب من الأرض ويتخلى عن كل ما حققه من مكاسب ويسلمها للطرف الثاني بذريعة أنك إما أن تنسحب وتسلم كل ما لديك وإلا لن نوفر الخدمات على الإطلاق، وكأن الوطن طائرة تم اختطافها من قبل عصابة، نفذوا شروطي وإلا سأنسف الطائرة برمتها. أنسحب يا انتقالي من الساحة، أنسحب، سلم ما عليك انتقالي، توارى خلف الشمس وإلا لن نسلم على الإطلاق، لن نسلم لكم رواتب، لن نسلم لكم كهرباء، لن نسلم لكم مياه، لن نسلم لكم جوازات، لن نسلم لكم كل الخدمات. فالمسألة هي عبارة عن مساومة للأسف الشديد. هذا طيب أشرت هذا هو أشرت, هذا هو أشرت أنه ليس من المنطق اليوم سلمونا طيب. عدن، سلمونا قراركم، سلمونا رقابكم وإلا لن نعطيكم أي خدمات. طيب، هذا أشرت أستاذ صلاح بكل فجاجة، هذا هو ما تتحدث عنه كل التصريحات. اسمح لي، كل التصريحات التي نسمعها من السلطة ومن الحكومة كلها تصريحات تصعيدية تحريضية، إذا ما استثنينا تصريحات رئيس الوزراء التي نقدرها وتعتبر نوعا من تصريحات مسؤولية إلى حد مقارنة بالتصريحات المتطرفة التي يطلقها كثير من المقربين من السلطة هذه ومن موالي لهذه الحكومة. طيب، نرحب بضيفنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أستاذ إبراهيم، أبدأ معك بالسؤال المشترك الذي كنت قد طرحته على ضيفي من عدن الأستاذ صلاح. السؤال يقول: بعد أكثر من 5 أشهر من توقيع اتفاق الرياض، هل يبدو أن هذا الاتفاق ما زال قابل للتطبيق؟ هو لم يكن اتفاقا، وإنما كان مجرد التفاق على الشرعية من قبل دول التحالف الإماراتي السعودي، وكان الهدف منه هو شرعنة الميليشيات الانقلابية الجنوبية التي هي انفصالية وتعمل لصالح الأجندة الإماراتية والسعودية بالدرجة الأولى، ولا تعمل حتى لصالح القضية الجنوبية ولا لصالح أخواننا في المناطق الجنوبية. كانت مجرد أدوات، كان جنود الاتفاق كان واضحا وهو سحب حتى السلاح الثقيل من الجهتين ومن الحكومة الشرعية. أحد بنود الاتفاق يقول أنه لا يسمح لا للحكومة الشرعية ولا غيرها بحتى إخراج مدفعية أو أي أسلحة متوسطة داخل عدن وخارجها، كون هذا هو من حق الشرعية، لكنهم سحبوا حتى حق هذا من الشرعية. أصبحت
القوات المشتركة الإماراتية السعودية هي من تتحكم بالوضع في المناطق الجنوبية، وهي الآمرة والناهية، لا المجلس الانتقالي ولا الحكومة الشرعية للأسف الشديد. طيب، وهي تتحكم اليوم بالمشهد برضا ورغبة وموافقة الحكومة الشرعية. يبدو أن لا مشكلة لدى الحكومة الشرعية، وقد يقول لك أحدهم هذا الطرح الذي تتحدث عنه أستاذ إبراهيم هو رأيك الخاص. خلونا نكون واضحين، أولا لا يوجد هناك حكومة بمعنى حكومة، لو كان هناك حكومة كان هناك مؤسسات حكومية، لكن هناك مجرد أشخاص نعتبرهم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، عدد من المسؤولين، الكثير منهم فاسد ويعني غارقا في الفساد، ليس له لا حول ولا قوة، ولا يستطيع حتى الدخول والخروج من البلد دون رضا السعودية، كلهم مقيمين في الخارج، كلهم لا يستطيعون، ليس لديهم أي كلمة ولا لديهم أي قوة يستطيعون التحكم بها، حتى القوات الحكومية الموجودة في منطقة مأرب لا تستطيع التقدم شبرا واحدا إلا بموافقة من قبل السعودية والإمارات، وأحيانا تضرب هذه القوات، فلذلك يجب أن لا نسمي أن هناك حكومة شرعية قوية أو حكومة لديها النفوذ ولديها حق السيادة وحق الأمر والنهي، هناك مجرد عدة أشخاص لبسوهم لباس الشرعية، ومن خلال الشرعية شرعوا لنا الميليشيات الموجودة في الجنوب، أبقوا الحوثيين متسيطرين على المناطق الشمالية، صادروا حقنا في الحفاظ على أراضينا وعلى مطاراتنا وعلى جزرنا، كما تعرف السعودية الآن بنت عدد من القواعد العسكرية في منطقة المهرة على سبيل المثال، وهي الآن على صراع مباشر مع أبناء المنطقة نفسها، قواعد عسكرية في الجزر اليمنية بما فيها سقطرة، وهذا كل هذه الأمور ليست معنية لا باستعادة الشرعية ولا بدحر الانقلاب الحوثيين، وإنما لقرض أجندة. طيب، إذا كانت الشرعية أستاذ إبراهيم بهذا الفساد وبهذه الصورة وبهذا العجز، إذن المجلس الانتقالي الجنوبي ربما أنه في موقع الأقوى، على الأقل لديه داعمين خلفه من المواطنين، لا أحد يوصفه ربما كما تقول أنت عن فساد تتحدث الشرعية، وأن موقف المجلس الانتقالي قد يبدو أفضل، مع أنك تقول أنه لا تعمل المجلس الانتقالي لا يعمل لصالح القضية الجنوبية، لكن على الأقل ووفق المشاهد والمرئية الموجودة الآن المجلس الانتقالي حقق الكثير من المكاسب للقضية الجنوبية، على الأقل الاعتراف السياسي وأن يكون لهم دور في المرحلة القادمة واعتراف المجتمع الدولي بذلك. اصلا اذا تكلمنا من ناحيه القضيه الجنوبيه، حتى مخرجات الحوار الوطني تحدثت عن انه هناك 50% من المؤسسات لاخواننا من المنحدرين من ابناء المناطق الجنوبيه، اي اتفاقيه لن يلقي حق ابناء الجنوب في المشاركه السياسيه الفعاله وحقهم في السلطه والمشاركه في الثروه، الامور هذه ليست يعني لن ياتي بها المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي سواء كان موجودا او لم يكن موجودا هذه الحصص ستبقى قائمه لابناء المناطق الجنوبيه. بالنسبه للنقطه الثانيه، كما تعرف المجلس الانتقالي لا يسيطر على كل مناطق الجنوب، وليس له ايضا هو بنفسه حق التحرك في اي منطقه الا من خلال الامارات برضاء الامارات والسعوديه. هم الان يسيطرون على منطقه او محافظه عدن واجزاء من الضالع ومناطق اخرى، لكنهم لا يسيطرون على القرار في منطقه في مناطق الجنوب، وهناك ايضا خلاف جنوبي جنوبي اليوم. هناك الشارع الجنوبي اصبح مستاء من هذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي، كونه اصبح واضحا انه فقط مجرد اداه تم استخدامها من قبل هذا التحالف لتمرير مشاريع ليس لها لا علاقة لا بالجنوبيين ولا باليمن ولا باستعادة الشرعية ولا غيرها ولا لأي صالح يمني. طيب أستاذ إبراهيم، طيب لدي سؤال حول لماذا الحكومة اليوم تبدو حريصة على تنفيذ هذا الاتفاق الذي كما تقول أنت هو ينتقص من شرعيتها ويقلص من تواجدها ويمنحها شرعية منتقصة، أليس من الأفضل لها أن يفشل هذا الاتفاق إذا كانت الأمور على هذا النحو؟ كما ذكرت سابقا، الحكومة الشرعية لم يعد لها أي قرار، يعني لا هي لا قرار ناهية، وإنما حتى تعرف أنه لحد اليوم لا أحد يعرف من وقع على هذه الاتفاقية ومن ساقها ومن تناقش على هذه الاتفاقية. الأمور أصبحت واضحة، السعودية هي من مررت هذه الاتفاقية بالقوة وأرقمت الجميع على الموافقة على الأقل العلنية على بنود هذه الاتفاقية،
ومن ثم الحكومة الشرعية ليس لها لا حول ولا قوة في هذا الأمر، كل شيء يمرر عبر الحكومة هذه بقوة المملكة العربية السعودية، وهي من تؤمر وتنهي، وهي من تسمح للرئيس حتى الخروج من الحمام من عدمه، فما بالك من دخول اليمن أو التحكم بما يجب أن يتحكم به كرئيسا شرعيا لدولة هي من حقها أن تنفذ ما هو في حديثك هذا. أستاذ إبراهيم، قد يكون الكثير من التجني على الحكومة وعلى الرئاسة والشرعية، ماذا عن مواقف بعض الوزراء، تصريحات وزير الخارجية في محافل دولية كثيرة؟ نحن نعرف أنه هناك 3 وزراء فقط الذين يعتبرهم الشارع اليمني بأنهم وطنيين وأنهم عندهم نوع من الوطنية للدفاع عن السيادة وعن استعادة الشرعية، وهو جباري والجبواني والميتري، يعني هؤلاء شخصيات معروفة، وأنا أعتقد أنهم يتحدثون من خلال انتمائهم وحرصهم الوطني على الوطن، وليس كونهم جزء من الحكومة الشرعية، وإنما استخدموا صفاتهم كجزء من هذه الحكومة. لكن هؤلاء ليس لهم السلطة الكاملة بتمرير أي شيء أو أي قانون داخل البلاد، هم يظلون يعني ينطقون بلسان الشارع اليمني وبحاله، لكنهم حقا لا يمتلكون حق أي قرار بالقيام بأي شيء. طيب. قرار الحكومة الشرعية مصادر من قبل المملكة العربية السعودية بتعاون مع الإمارات لخدمة أجندتها. لا يعقل أن يكون رئيس شرعي خارج البلاد منذ 4 سنوات ونتكلم عن الشرعية، لا يعقل أن تكون المؤسسات الشرعية كلها معطلة داخل البلاد وما تبقى منها الآن تحت رحمة المجلس الانفصالي الجنوبي الذي تمونه الإمارات بشكل واضح، وكان أحد أهدافه هو إسقاط الحكومة الشرعية في مناطق الجنوب لكي يتسنى للإمارة والسعودية يعني التحكم بهذه المنطقة بشكل متكامل. أما الشرعية كما ذكرت هي أصبحت ورقة لا تستطيع، أنا أتحدى الشرعية حتى يعني تعود إلى الداخل أو أنها تمتلك حتى بقائها في أو التحكم بمطار عدن أو بمطار حضرموت أو بأي مطار أو ميناء آخر. كل هذا تتحكم به السعودية والإمارات رغما عن الحكومة الشرعية، ولا تستطيع الحكومة الشرعية أن تقوم بأي شيء كونها قد رمت كل بيضها في سلة السعودية، والسعودية هي من تتحكم بمخرجات الأمر. لكن نعتقد على المدى الطويل أنها السعودية والإمارات ستفشل بتحقيق أهدافها في اليمن مهما استقوت، مهما يعني حاولت تمرير مشاريعها في اليمن، مهما مولت الميليشيات، إلا أن الشعب اليمني معروفا يعني مر التاريخ أنه لن يقبل أن يكون هناك وصيا على الشعب اليمني أو أن تكون هناك قوة غير القوة. طيب سأعود لك أستاذ إبراهيم على أراضي. طيب سأعود لك أستاذ صلاح، تقول أنه ليست من مصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي فشل اتفاق الرياض أو أن يقوض هذا الاتفاق، من مصلحته حتى يحقق مكاسب أكثر خدمة للقضية الجنوبية أن ينجح هذا الاتفاق. لماذا إذن علق مشاركاته في لجان تنفيذ اتفاق الرياض إذا كان حريص على إنجاح الاتفاق؟ دعني في البداية أنا أعرج على كلام الأخ إبراهيم، فهو يقول الشيء ونقيضه، يقول بأن المجلس الانتقالي هو من يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وفي ذات الوقت يقول أن المجلس الانتقالي محشور في منطقة معينة في زاوية معينة في الضالع وفي لحج وفي أماكن محدودة في عدن، وفي ذات الوقت يقول بأن الشرعية لا تستطيع أن تعود على الإطلاق إلى أي منطقة في الجنوب. إذن من الذي المسيطر على الجنوب إذا لم يكن الانتقالي موجود ولا الشرعية موجودة؟ ويكرر نفس العبارات، يقول لأن التحالف يمنع عودة الحكومة الشرعية، ثم يكرر الانتقالي بأنه موالي للإمارات وبينه الإمارات انسحبت قبل 5 أشهر، فهل تبخر المجلس الانتقالي؟ هل ضاعت القضية الجنوبية على الإطلاق؟ لا، أمس كتيبة من القوات الأمن تنضم إلى المجلس الانتقالي، وهذا مؤشر دليل واضح بأن المجلس الانتقالي لا زال قوة فاعلة وقوة مؤثرة وقوة كبيرة داخل الجنوب، ويطلع بالانتصار للقضية الجنوبية. أما فيما يتعلق بالحكومة هذا فنعرف جيدا بأنها لا تستطيع على الإطلاق أن تنفذ ما عليها، والجميع دعني أكون صريحا معكم وعلى الجميع، فكلنا شمالا وجنوبا واقعا تحت
قوى إقليمية، قوى إقليمية واقعة تحت هيمنة دولية، ولا نمتلك قراراتنا بشكل حقيقي وبشكل واضح وبإرادتنا على الإطلاق. هذا حقيقة لا نستطيع أن ننكرها. وبالتالي دعونا نقول، وأنا أدعو إلى كلمة سواء، نفتح أذرعنا وصدورنا للجميع ونشرع بحوار واسع دون استثناء، حوار واسع من ينطلق من عدن إلى تعز إلى صنعاء إلى مأرب يضم الجميع. فالسعودية التي تعتقد هذا الشرعية بأنها ستعيدها إلى صنعاء، هذا الشرعية هذا تتعلق بقشة وهم واضح. صحيح أن الشرعية تريد إسقاط الحوثيين في صنعاء، لكن لا تريد أن البديل هو حزب الإصلاح، فحزب الإصلاح هو فرع وذراع الإخوان المسلمين في نظر المملكة السعودية. وبالتالي ما على هذا الشرعية وما على حزب الإصلاح إلا أن يحسن من معاملته مع الجنوبيين، لأنه ضيف داخل الجنوب، فهو أصبح منبوذا في الشمال وموجودا في الجنوب. وبالتالي إذا استمر طيب على هذا، هل يمكن أن توضح لي أكثر الجنوبيين وإسعاء إلى تدمير وإسعاء إلى إفشال طيب هذا كلام مهم، القضاء على قضيتهم. كلام مهم ما تقوله الآن أستاذ صلاح، كلام مهم. وضح لي لماذا الحكومة تتعلق بقشة عندما هي تعتمد الآن على السعودية في إعادة الشرعية إليها؟ من مننا لا يعرف أن السعودية لم تأتي إلى هنا لتعيد حزب الإصلاح إلى السلطة، فإذا كانت السلطة تعتقد بهذا فهي ربما قد بلغت من الغباء مبلغا كبيرا. فالسعودية لا تريد هذه السلطة بأن تعود، ولا تريد في نفس الوقت أن الحوثيين يبقوا في صنعاء ويحكمون في صنعاء لها. هناك حاولت السعودية خلال 5 سنوات بأن توجد لها قوة سياسية وقوة عسكرية في الشمال، لكنها فشلت. وبالتالي هي ما معها إلا أن تقوم بحوارات، وهي ما تقوم بها فعلا اليوم، حوارات مع الحوثيين من خلف الكل، من خلفنا حتى نحن الجنوبيين. وبناء على ما تقدم، أطلب من جميع الجنوبيين في الجبهات وفي جبهة الضالع تحديدا أن يشرعوا في وضع في تفاهمات لعقد وقف إطلاق النار، أو على الأقل تهدئة مع الحوثيين في الجبهات من خلال تواصل عبر شخصيات أهلية في الضالع وفي قعطبة وفي مريس، لأن الترتيبات السياسية يبدو أنها ستتم من خلف الجميع وستتجاهل الجميع كلنا بدون استثناء، بما وأولهم هذه الغبية المسمى بالشرعية، فهي التي عينها جاحظة على عدن بعد أن تركت الشمال أو اقتنعت نهائيا من الشمال وتقوقع داخل منطقة صغيرة اسمها مأرب. الجميع بحاجة إلى حوار واسع وشامل لا تكبحه أي شروط، لا توقفه طيب. ولا تشترط عليه أي مرجعيات مزعومة بالية تجاوزها الزمان. لماذا توجه هذه الدعوة الصلاة السياسية؟ بناء على حوار واسع سقفه السماء يعطي للجميع حقوقهم طيب. حقوقهم جميعا بما طيب. فيهم نقطة مهمة أيضا تحدثت بها لا أريد أن أتجاوزها أستاذ صلاح. لماذا تدعو اليوم القيادات العسكرية الموجودة في الضالع لعقد صفقة وتهدئة مع الحوثيين في الضالع؟ نعم، بعد أن سمع العالم كله بأن هناك هدنة، ولو أنها غير معلنة ما بين الشرعية وما بين الحوثيين في جبهات مأرب ونهام والجوف، وفجلتها أحداث وتداعيات جانبية، لولا ما كشفت عن هذه الأحداث، فلماذا نحن نكون استثناء؟ لماذا نحن نكون وقود حرب لمعركة لم نتيقن أنها ستأتينا بمشروع سياسي واضح؟ فأنا هنا أدعو لوقف النزيف، لوقف إهدار هذه الأرواح بالحد الممكن، مع ضرورة أن يحافظ المقاتل الجنوبي على خطوط الحدود المعترف بها من عام 90، ثم بعد ذلك وبعد أن يحتفظ بقواته، هذا الشروع في تسوية سياسية، لأنه لا يعقل أن يستمر الجنوب يقدم كل هذه التضحيات وكل هذا النزيف في الوقت الذي فيه حزب الإصلاح والقوى الأخرى تسمي نفسها عسكريا وماليا وإعلاميا وسياسيا واجتماعيا وقبليا حتى، وتدخر كل هذا الجهد لمعركتها القادمة، لأنها تعرف جيدا ويعرف حزب الإصلاح تماما بأن معركته الحقيقية هي بعد انتهاء الحرب مباشرة. حربه ستكون حربا سياسية، حربا اقتصادية، حربا اجتماعية، حربا حتى حزبية داخل الشمال وداخل الجنوب. فالإصلاح الذي يتحاذق على الجميع
وانا اتمنى من الجنوبيين ان يكونوا بذات التحاذق ايضا، والمجلس الانتقالي على وجه الخصوص، لانه لا يعقل ان تتم بعد ذلك تسويه سياسيه في وضع ان الجنوب يكون فيه منهك القوى، منهك القدرات، خالي من الكوادر التي اليوم تقتل دون معرفه ما مصيرها وما مصير هذا الانتصار العسكري. فاي انتصار عسكري كهذا الذي حققه الجنوبي لم يترجم الى مشروع سياسي، فهو ليس اكثر من دماء سفكت في الشعاب وفي الجبال وارواح زهقت في الشوارع. وعلي اكرر دعوتي لكل الجنوبيين، بان هؤلاء الذي تعتقدونهم شركاء، واولهم هذه السلطه الشرعيه، بانهم من خلف الستار يحيكوا مؤامره عليكم، لتتجاوزكم وليقضوا على قضيتكم السياسيه، برغم ما قدمتم لهم من تضحيات وبرغم ما اخرجتمهم من مستنقع الغرق داخل الجنوب. والامر ينطبق تماما على السعوديه وعلى التحالف جميعا. طيب كفايه استغباء وكفايه اهدار لطاقات الجنوب. فالمرحله القادمه هي المرحله الحقيقيه والمعركه الحقيقيه للشعب في الجنوب مع كثير من القوى بالداخل اليمني وفي الاقليم وربما على المستوى الدولي. طيب انقل هذه النقطه للاستاذ ابراهيم القعطبي من نيويورك. استاذ ابراهيم، اذا هناك استغباء للجنوبيين، هناك تحايل وتذاكي على الجنوبيين فيما يخص معركة التحالف، والهدف هو فقط إنهاك الجنوب وقدراته وأدواته، والتحالف يتآمر والشرعية والإصلاح وكل القوى السياسية التي هي في الظاهر كما يقول الأستاذ صلاح تبدو أنها في صف الشرعية وتريد أن تحارب الحوثي لكنها تتحايل. لذلك سمعت الأستاذ صلاح يوجه دعوة لقيادات عسكرية جنوبية للتهدئة مع الحوثيين في الضالع، على غرار كما يقول ما حدث في جبهات أخرى في مارب ونهم وجبهات أخرى. بلا شك أنه أعتقد أن القسم الأول من نقطة الأخ صلاح يعني كانت صحيحة، أن هناك تحايلا على الجنوبيين، وهذا بات واضحا. صلاح اعترف على الملا انهم مجرد اداه لقوى اقليميه ونفوذ دولي، اي انهم لا يمتلكون قرار انفسهم ولا يطبقون رغباتهم، انما يطبقون رغبات الاخرين بما فيهم السعوديه والامارات، وهذا يعني كان امرا. طيب استاذ ابراهيم، من باب الانصاف، هو لم يقل ان الجنوبيين فقط ادوات، قال اننا كلنا كل اليمنيين اليوم منزوع من القرار، لم نعد نمتلك القرار تحت سيطرة هذه القوى الإقليمية ومثل المجتمع الدولي. بلا شك، لكنهم أداة تم إنشائها مؤخرا، فلذلك عندما يكون هناك تآمر على الجنوبيين من قبل الشرعية والإصلاح، فأنا في اعتقادي أنهم جميعهم مجرد أدوات الآن تخضع لكل ما تنفذه أو يملى عليهم من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات. ليس لديهم أي مشروع ولا لديهم أي قوة حقيقية. حتى القوات التي يمتلكونها الآن في الجنوب كلها أسلحة إماراتية وسعودية، ولا تستطيع التحرك من منطقة إلى أخرى دون الموافقة الإماراتية السعودية، أي أنهم أصبحوا جميعهم أداة. يعني من الواضح أيضا من خلال الحديث الأخ صلاح أنه يجب أن تتوقف الأمور على الحدود التشطيرية. أولا لا يوجد حدود تشطيرية إلا في يعني عقول بعض الواهمين أن اليمن سيتقسم إلى دويلات مختلفة. مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير في حدد بصريح العبارة تأكيده على بقاء اليمن موحدا وبكل أراضيه وسيادته على أراضيه. هذه الأمور هناك إجماع دولي على هذا، وهناك إجماع أيضا داخلي على هذه القصة. الأخ صلاح أيضا من خلال حديثه لم يستطيعوا حتى الآن المطالبة بالانفصال، ولا يستطيعون حتى إعلان الانفصال، وإنما بحديثه هو يقول أنه على الحوثيين التوقف عند الحدود التشطيرية وهم من سيعلنون الانفصال، أو هكذا يريد أن يقول. لكننا الآن كما قلنا مرارا وتكرارا أن التحرير الحقيقي لكل اليمنيين شمالا وجنوبا لن يأتي إلا من المقاومة. لا، هو يقول أنه يريد التوقف في جبهات الضالع لأنه هناك تهدئة في جبهات أخرى وصفقات أخرى تتم، فهو يدعو الجنوبيين لأن لا يستنزفوا قدراتهم ويكونوا وقود في هذه المعركة الخاسرة كما يقول. هو يقول على الحدود التشطيرية، ذكرها بصريح العبارة. نحن لا نريد إراقة دم يمني سواء كان في الجنوب أو في مأرب أو في الجوف أو في أي منطقة أخرى.
لكن يجب أن نذكر أنه عندما تحل الميليشيا في أي منطقة تقيب الدولة وأنهم نقيضان، يعني لا يمكن للميليشيا أن تدخل في حوار بناء يحفظ لها الكرامة ومن ثم تندمج في العمل السياسي، وهذا بات واضحا من خلال تحركات وتصرفات الميليشيات الحوثية. طيب أريد تفسير منك أستاذ إبراهيم لنقطة معينة، الحكومة الشرعية تتنازل كثيرا لميليشيا الحوثي في اللقاءات والتفاوضات التي تتم، إلا أنه عند الحديث عن المجلس الانتقالي الجنوبي تتعنت وترفض تقديم تنازلات من أجل مكونات شريكة في المعركة ضد الحوثيين، وهذا هو الظاهر، يعني لدينا معركة موحدة لابد من توحيد الصفوف، لكن لماذا ترفض تقديم تنازلات للمجلس الانتقالي وتتنازل الحوثيين؟ هذا ليس صحيح، يعني أبناء الجنوب هم من يسيطرون الآن على السفارات وعلى الخارجية وعلى الحكومة وعلى الوزارات وعلى كل شيء، يعني حتى هؤلاء من يقودون المجلس الانفصالي تم تعيينهم كمحافظ عدن ومدير مديرية أمن عدن وكثير من المناصب الهامة بما فيهم حتى الميليشياوي بن بوريك كان جزءا ووزيرا في هذه الحكومة. من الذي منحهم بالمواصلة؟ من الذي منحهم بأن يكونوا جزء فاعل من الحكومة الشرعية؟ بالعكس هم يعني رفضوا ذلك و يعني اختاروا أن يكونوا مجرد أدوات لدى الإمارات والسعودية، فلذلك الأمور باتت واضحة، من حقهم الدخول في الحكومة الشرعية ومن حق كل مواطن يمني شمالا أو جنوبا أن يكون جزء فاعلا في السلطة وأن يكون له حصة من الثروات وكان ذلك شمالا أو جنوبا. هذه هي الدولة التي يعني يطالب بها جميع اليمنيون، وهي دولة فيدرالية تحفظ لجميع اليمنيين كرامتهم ويكون هناك نظاما عادلا للجميع والمشاركة في السلطة والتقسيم للثروة والأموال، بحيث أنه يكون هناك حكومة لا مركزية بحيث لا تتحكم بها لا فئة ولا طائفة ولا حزب. طيب سأعود لك، وإنما صناديق الاقتراع. طيب أعود لأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، ماذا بقي من طموحات وآمال الجنوبيين بعد قرار مجلس الأمن الأخير؟ في البداية دعني أتكلم عن موضوع الحدود، الحدود التي طالبت فيها بأن يقف عندها المقاتل الجنوبي. أنا أقول هذا الكلام ليس من نازع انفصالي، ولو أن الانفصالية أصبحت مفروضة علينا فرضا. فالأخ إبراهيم الذي يقدم نفسه بأنه وحدوي ينكر علينا هذا القول، ما يلبث أن يقول بأن الجنوبيين مسيطرين على الوزارات وعلى المؤسسات وعلى السفارات وعلى القنصلية. فالنزعة الانفصالية سرعا ما تظهر عند الوحدويين وتكشفهم بسهولة وبدون عناء. عندما نتكلم على هذا الأمور فإننا نتكلم على أن هناك قضية سياسية للجنوب، قضية وطنية يجب أن تحل لأنها هي قدر الأزمة والقدر قدر المشكلة. تم التناقش فيها في الحوار الوطني فيها وغارقين فيها اليوم. طيب تم التناقش فيها في الحوار الوطني؟ نعم، الحوار الوطني الذي كان في صنعاء. الحوار الوطني لم يشارك فيه الجنوبيين على الإطلاق. الجنوبيين الجنوبيين تم طردهم من هذا الحوار والمخرجات. حتى مؤتمر شعب الجنوب والحزب الاشتراكي ذات الهوية الجنوبية تم تمزيق مشروعهم تماما، لم يأخذ من مشروعهم حتى كلمة واحدة، حتى عبارة واحدة، حتى فقرة واحدة على الإطلاق. انظر إلى مشروع المؤتمر شعب الجنوبي وانسحب بعد أن تبين له المؤامرة وانسحب، وبالتالي القول بأن هذه المخرجات هي تعد مشروع صالح للجنوبيين غير منطقي. وحتى لو افترضنا أن الجنوبيين شاركوا حينها، نعود للسؤال، أنا أود أستمع منك لتعليق هذا المخرجات عن القرار الأخير لمجلس الأمن، لأنك أشرت إلى الحدود التقليدية. أن هذا المشروع هو كان ما قبل الحرب. طيب أن هذا المشروع كان ما قبل الحرب، والحرب قد تجاوزته، والخارطة السياسية تشكلت بتضاريس جديدة ينبغي أن يكون. لكن مرجعية الحوار الوطني ما زال معترف بها ضمن المرجعيات والقرارات الدولية. أستاذ الصلاح، لا تفلق رأسي بقرارات مجلس الأمن. إن كانت هذه القرارات تشبع جائع فكانت فلسطين تحررت قبل 50-70 سنة، فهذه القرارات ما هي إلا إسقاط واجب تقدمها هذه الدول. طيب هل لديك تعليق؟ الدول العظمى، هل لديك تعليق على موضوع المجلس الأمن الأخير؟ نعم، فالإرادة الشعبية هي التي تفرض نفسها. وللعلم قرار مجلس الأمن الذي تحدث عن المرجعيات هو قال مع ضرورة أخذ بعين الاعتبار الإرادة الشعبية اليمنية.
وهذه عبارة يجب أن نتوقف عليها جميعاً. فالشعب في جنوب السودان لم يحتاج إلى قرارات تكبحه، في كسوفو لم يكن مجلس الأمن قادراً على أن يوقف انفصال هذا الإقليم، وحالات 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 كثيرة من على وجه الأرض شاهدناها، وكانت قرارات مجلس الأمن فيها لا تغني ولا تغني. لكن تلك الدول ربما لم تكن في تحت البند السابق على ذلك. فالقرار القوي هو قرار الإرادة الشعبية في أي دولة وعند أي شعب. ما دون ذلك فهو مجرد هباء ومجرد كلام تدروه الرياح ليس إلا. طيب ننتقل لنقطة أخرى. قلت أن بعض القيادات العسكرية اليوم التي تنضم للمجلس الانتقالي هذا يعتبر بمثابة المكسب والإنجاز للمجلس الانتقالي، لكن البعض يقول أنه هذه تأتي ضمن الإعاقة، يعني تم الاستشهاد بعدد من القيادات العسكرية في سقطرى التي وصف التحرك الذي قامت به بأنه تمرد على السلطة الشرعية. فتساؤل الآن، ألا تعتبر هذه التي تعتبر أن إنجاز، لا يعتبر إعاقة لتنفيذ الاتفاق؟ اسمح لي، تعيين محافظ المهرة يعتبر أول انتهاك وأكبر انتهاك صارخ لاتفاق الرياض. فالاتفاق واضح بين تعيينات المحافظين يتم بالتنسيق ما بين ثلاثة الأطراف، المجلس الانتقالي والشرعية والتحالف. تم انتهاكها هذا جهارا نهارا ولم يتوقف عند احد. ما تم في سقطرى وما سيتم لاحقا لكثير من الوحدات الامنيه، هذا هي اراده امنيه لهؤلاء، هذا هو شعور وطني، شعور انتماء لم يقف وراءه احد. فالذي قال لك بان هذا الانضمام اتى لاغراءات ماليه كما زعمت بعض المصادر وبعض وسائل الاعلام، في نفس الوقت يقولوا بأن المجلس الانتقالي يعاني من الجوع ومن المجاعة بعد أن تركته الإمارات وولت الأدبار. فكيف نفهم هذا التناقض وبهذا أستاذ إبراهيم القعطبي الصارخ؟ هناك إرادة شعبية وهناك كثير من الوعي داخل الجنوب يتشكل تماما ويعرفوا بأن المؤامرة تستهدفهم كلهم بما فيهم وأولهم. إشارتك أستاذ صلاح لموضوع تعيين محافظ المهرة، طيب إشارة مهمة، تعيين محافظ المهرة، أريد أن أسأل فيها الأستاذ إبراهيم القعطبي. المجلس الانتقالي متهم بالعرقلة، لكن الشرعية بهذا القرار لمحافظ المهرة متهمة بأنها تجاوزت اتفاق الرياض وأحد بنود هذا الاتفاق، وأيضا يمكن قراءة هذا التعيين أيضا لصالح الشرعية أن قرارها ليس مصادر كما تقول، ما زالت تتخذ قرارات وتغير وتبدل بين المحافظين، وكانت المحافظة السابق عليه كثير من الإشكاليات، الحكومة الشرعية اتخذت قرارها، يؤكد أن ليست عاجزة عن اتخاذ أي قرار. اولا بالنسبه لاتفاق الرياض يعني لم ينفذ اي جزئيه منه، فلذلك لا يجب التركيز على ما تم في محافظه المهره، يعني باتت الامور واضحه انه كان من المفترض ان تعود الحكومه الى عدن وان يتم ادماج الميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في القوات الحكوميه ولم يتم ذلك. بالنسبه لقرار بالنسبه لمحافظه الشبوه، محافظه المهره فهي خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية وأيضا المجلس الانتقالي. من يتحكم بالقرار في محافظة المهرة هو السفير السعودي آل جابر، هو من يتم يعين المسؤولين هناك لكي تتواكب تلك التعيينات مع وجود القوات السعودية والقواعد العسكرية السعودية الضخمة في تلك المحافظة. أنا في اعتقادي أن المهرة الآن أصبحت معزولة تماما عن ما يسمى بالشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فلذلك لا تسمع عن أي حراك لتلك المجموعتين، وإنما هناك حراك مناوئ للتواجد السعودي. طيب أستاذ إبراهيم دعنا نختم، باقي لدينا دقيقتين، دقيقة لك ودقيقة لأستاذ صلاح نختم بها. ما هي خيارات الحكومة والمجلس الانتقالي سريعا بالنسبة لك؟ بالنسبة للمجلس الانتقالي لا يمتلك أي ورقة، وإنما هو مجرد أداة مسيرة من قبل السعودية والإمارات، وفي آخر اليوم أي يعني اتفاق سياسي سيرقمون على تطبيقه كونهم مجرد أداة. والحكومة أنا في اعتقادي على المسألة اليمنية، هي مسألة عندما تكون هناك مقاومة يمنية حقيقية لمشاريع الانقلابات في الداخل ومشاريع السيطرة من قبل الإقليم، هناك سينجح اليمنيون في استعادة دولتهم وجمهوريتهم.
بالنسبة للحكومة يعني كما هو واضح 4 سنوات وهي موجودة خارج البلاد، هي مجرد ورقة يستخدمها التحالف العربي والدول الأخرى، وليس لهم قرار ولا خيار، وإنما هم جزء من هذه الفوضى، كونهم معظم الوزراء والمسؤولين بما فيهم الرئيس هاري فاسدين وغارقين في الفساد، وهم يريدون أن تبقى الأمور فالتة كما هي، لأنها هذا سيبقيهم في الحكم. أشكرك أستاذ إبراهيم، وأترك آخر دقيقة لضيفي من عدن أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، خيارات الحكومة والمجلس الانتقالي في حال فشل الاتفاق؟ نعم، خيارة المجلس الانتقالي لم يعد أمامه أي خيار الآن سوى أنه يثبت على الأرض ويتمسك بما حققه ويتطلع إلى مزيد من المكاسب التي، فهو يبلي بلاء حسنا، وإن كانت تشوب أعماله بعض الشيء هناك شوائب ولا نتردد بأن ننتقدها وأن نجلده جلد، لكن بالأخير يجب، أو أنا أدعو الجنوبيين كلهم بأن يصطفوا وراء المجلس الانتقالي، لأنه لا بديل لهم في هذا الوقت على الأقل. والحكومة أما فيما يتعلق بشرعية، فأقول بأن الطعن في الميت، وأقول في الشرعية، ماذا أقول عن الشرعية؟ فأقول أن الطعن في الميت حرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك جزيلا أستاذ صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي إبراهيم القعطبي كان معنا من نيويورك. انتهت هذه الحلقة من فضاء حر، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.